يا اختي واش هاد الزز عاوتاني ويني ويني وعاوتاني واش هاد الفري عاوتاني يا بنات اش نقول لكم والله العظيم الا غتميزي تتالقين بجلابه ديال الفري طوب ديال الجلاب اللي كدير 2400 درهم غتاخدي انت غير ب 600 درهم ديال الكبيده ديال الجلاب الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناة جميلة أونلاين مرحبا بكم كاملين معنا في حلقة غزالة كتحمق كتفتن يا البنات حلقة ليست كباقي الحلقات اليوم الكبيدة ديال جميلة أنا لكم جلبات تيحمقوا جلبات ديال الكريب البنات الكريب طايح عطينا سي هشام شي وحدة ولا جويجة من تما كاينة نوريو الكبيدة شنو كاين في الحلقة ديال اليوم اليوم جلب اللي كلهم بيرلاج يعني ما فيهاش نهائيا عطيني هادي وهادي ولا اللي بان لي عطيتي عطيني هادي يعطيك الخير يا سيدي يعطيك الخير يعطيك الخير هانتوما يا البنات شوفوا لي شنو كاين في الحلقه ديال اليوم شوف 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 شوفوا يا الكبيدات ديال جميله اونلاين اليوم شي حاجه خطيره سيجا مرحبا بك الله يبارك فيك شتي جلب ونسيت كاع نسيت كيفاش كاين ولكن ما عمري ما نسيت دونك هذا الكبيدات اللي حطت عليها يديها مشات يعني كاينه بياسه 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 فصاري انا قبل ان افاد الكميه والالف الالوان ولا في الخيال ولا في الاحلام الكريبان الناس ديال الفري والرشمه غزاله كاين رشمه وحده اليوم بغينا ندير لكم فيديو خفيف على قلوبكم ولكن خطير جلبات اللي الثمن ديالهم كيوصل 2400 درهم والله يا البنات الى 2200 2400 باش كيتباعوا هاد الجلب اليوم لكم نتوما حصريا غادي يبقاو غير ب 600 درهم وما يقولوش يا الناس وليتي كتغلي جميله والله راه حنا عندنا الجلب من 100 درهم من 50 درهم درنا الجلابه ومازال عندنا ان شاء الله ليكيداسيون في في الفوده تقريبا المحل كامل ليكيداسيون ولكن بغينا ندير لكم شي حاجه الهمه اختي وحنا ما نلبسوش راه لا حنا اختي ما نلبسوش شي حاجه هماويه او اللي بقاو نشوفو نتفصل وانا المراه المغربيه تلبس الفري ديال الفري الضخامه والشخامه والفخامه بهاد الجلبات البنات دونك الجلابه اللي كتلبس من السمول حتى 32 ماكسيموم 32 اللي غادي نوريكم في هاد الجلبات كاملين غادي نبداو مع هاد الحلوه هاد الحليل وهاد الكتيكيته هادي اللي هي البنات هاد الروج كيبوش دونك اولا غنوريكم رشمه اللي كتجي في الصدر هنا عامر شوفوا مزيان البنات انا نقرب لكم باش تشوفوا ونعاود نوريكم من بعيد كتهبط حتى البنات حتى لتحت فوالا جوج ديال الفتيحات في الجناب كتجي خطيره هماويه وتوب البنات الكريب خطير ما لبسها مع دي بوت لان كنت خارجه فوالا مي نتوما تبسا مع سنيد لا شي لعيبه راكم عارفين غادي نوريكم الزويقه هنايا كيجيو رشيمات خفافين دي كولور فلاشي واعرين لو جون فلاشي كاين البلو سيال كاين البرونز كاين الخضيضر شي حاجه واعره وهنا البنات البنات فيك تيجيو تيجي الرشمه انا نحاول نقرب لكم الرشمه باش تشوفوها كتجي رشمه كامله من هاد لابارتي كلها هنايا كلها بالطرز البنات شفتوها كامله بهاد الشبيكه هنايا كله لا ميم شوز يعني حتى تحت القب كتكون طرزه ماشي يعني كيكملوها غير هنايا كاينه اللي كتكون طرزه حدا هنايا حنا خدمنا فيهم تعينه حدا هنا هذه كامله رشمه دونك هنا و اون بليس كتجي رشمه هابطه كامله يعني شي حاجه غزاله هابطه حتى لتحت كما وريتكم والثمن صراحه خطير يعني نورمالمون بحال هذه راه كما قلت لكم والله العظيم البنات راه الناس ديال الجاليه المغربيه واللي كيشوفونا راه غادي يعرفوها فين كاينه والناس اللي كيتقطعوا تبارك الله هذا الشيء الهاي ديال الهاي اللي درت لكم اليوم في القناه فمرحبا بكم كنتمنى لكم تدعمونا دائما باللايك والبارطاج ما تبخلوش علينا عفاكم لان انا كنقلب لكم على الميزات اللون الجميل اللي كلشي كيحماق عليه واللي هو البنات الازرق الملكي لا طاي البنات ديال هذه الاكس لارج كتلبس تقريبا تقدر تلبس حتى دوبل اكس لارج يعني كتلبس حتى ل 31 وكما قلت بياسه وحده هي اللي كاينه ودائما داخلين في هذيك كولور فلاشي غزالين شوفوا البنات الخدمه كيفاش دايره شي حاجه هماويه كما قلت في الاول جلاب ديال النخوه الثوب تبارك الله الثوب يعني لا ماتيير ما شاء الله كتبان لك صحه وراحه غادي ندوزو مع اللون الجميل اللي هو لا كولور اورانج صراحه كل مره نقول لكم لون جميل انا ملي كيتلبس البنات كيبانوا خطيرين دونك هذا اون تري تري بيل كولور دائما بالموزون بالاخير سمحوا لي والمهرس كامله مخدوم فيها بالبلوغوا واحد الجون الكتريك خطير البرونز واحد التيركوا مهم الوان ما نقول لكمش البنات ها هي هذه حتى هي كتلبسها تشوفوني مره مره تلبسها في الدار
لان فريمون جاتني كبيره كتلبس 31 اكسيجه فانا كتلبس 31 فمرحبا بكم برا اللي عجبتها شوف دائما ندير كابتور ديكرون وسريع عندنا قبل نفاد الكيمياء عندنا شي حاجه هامه وهي الجلبات ديال الخوا ديال الغزاله اللي كما قلت لكم الوان لونين السفنون هذا البنات الفيشيا فيشيا لون رائع جدا مخدوم بالبلوغوا داخلين فيه لون في اللون هذا راه لون في اللون طون سور طون شوفوا البنات كيفاش كيدير الرقيق باش مخدوم البلوغوا مخدوم بال شنو نقول لكم فيه البياض فيه الدوغي فيه بزاف ديال اللوينات فيه بزاف ديال اللوينات ولكن بصراحه منسقين يعني جا تناسق الالوان شيء جميل بزاف دائما بنفس الخدمه والناس وكنعاود ناكد هذو البنات راه غير وحده اللي بغاتهم تصيفطوني مرحبا بها دونك غيبقى الثمن ديالهم كما قلنا هو 600 درهم وهذه البنات الفيشيو كتلبس لوحده 30 الكبيدات ديال جميله غادي ندوز البنات لاكولا بريسيال دونك حتى هذه واحد اللون غزال بارد ماوي وفنيون نخدم بديكولوغ زوينين نخدم بلو روج هذا تخيل معايا السيل اللي كيتخدم البنات بالغول ما دايره كبيره عليا انا راه صاده هاد لابارتي هذيك ما كتبان لكم هذه راه دايره لا غير فني تحت مولاتها نورمالمون لو كول ديالها غيكون كبير لان شحال قلتي لي شحال كتلبس هذه 32 حتى هي 32 البنات دونك دوبل اكس لارج هذه مخدومه دائما بالبرونز الروز الروج لو جون فلاشي ودائما بالمهرس وكما قلت السلته اللي كتجي عريضه شيء جميل ان يعني السلته كتكون امره كلها وهنا دائما بالعقيق يعني راه كما كتشوفوا شي حاجه غزاله وهمويه وغادي تلبسها غير بوحدك يعني بصراحه قدام هذه ما كتفقات بها مازال تخشيطه لا والو الا بغيتي تمشي حضور وما فيك ما يبدل ما يتحزب انا يا لالا هاني يا المراه المغربيه مرحبا بيا لالا وعلى الحجري عاوتاني لا كولا خطير يا البنات وكتعطيك واحد تبارك الله شنو نقول لكم بروجيكتور هذا ما شاء الله دونك هذا اللون الحجري دائما العقيق يكون من الفوق هنا وهاد لابارتي القداميه كتكون مضوبله حتى هي دائما سادة لهنا هذه لاطي ديال سيشم دائما 31 عرفتي روعه 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 مخدومه بواحد الصومو تري تري كلير ومخدومه بالجون فلاشي وبالبرونز البنات ولا دوغي شي حاجه عرفتي ما نقول لكمش وفيها حتى الخضيضه حتى الخضيضه البنات عرفتي كتحمق كتحمق كما يا اختي شوفي اختي لا فينيسا ما كاين زعما ديك اللعبه ديال تحت القاب ولا المهم انا قاد القاب من الظهر ماشي مشكل تنقلب سي شمسيتي ديال القاب مقلوب ايوا هذا هي الكبيدات ديالي غير اون جلابه البنات الفري شوفوا التب كيفاش كيدوي غير بوحدو هاني يا لالا هاني يا لالا مزك هو كيدير الموسيقى بوحدو بالصحه والراحه والله الا كتستاهلوا من قلب قلبي كنهديها لكم 600 درهم الكبيدات بياسه وحده يلا اللي بغاتها تعيطنا دائما في الارقام واللي بغات الجمله 100 بياسه 200000 بياسه عيوننا هذه قبل هذه مرحبا بكم وغادي ندوز البنات مع اول جلابه اولا مع ثاني جلابه بصراحه اللي هي هذه فوالا دونك جلابه غزاله البنات كتحمق كتحمق هذه لاطي ديالها شحال قلتي لي شاف هذه على قدي يعني ميديوم ال اللي كتلبس من الام ال وحتى السمول جهه واعره داخلين فيها دائما دي كولور اللي كيحمقوا يا البنات شوفوا هي روج وداخل فيها البلوغوا وداخل المهم الخدمه ما نقولكمش ولو شوا دو كولور واعر دائما البرونز باش كيعطيونا والخدمه غاديه كما قلت لكم شي حاجه هامه وهي غزاله والثمن كما قلنا غير 600 درهم البنات ما كاين لا 1000 درهم ولا 1200 درهم حنا بغينا المراه المغربيه تلبس معنا والبنوته والعروسه كلشي يلبس من عند جميله اونلاين مرحبا بكم البنات هذه البنات مع هذا الكولور نيود هذا اللي كنقول لكم دائما الكاشيري بارد المهم هاد لي كولور كيكونوا زوينين بصراحه دونك انا نسميه كاشيري بارد مي انا جو بريفير هاد السميه هادي نيود كيجيو زوينين هاد كيبانوا كلاس راقيا اكثر دونك مخدومه انا عاوتاني مره ثانيه راني ساده هاد لابارتي سد هاد لابارتي شويه ممكن نتوما دير اللي بغات تجمع الكون مزيان حيت هي اكس لارج هي كايجي 30 تلبسها من لارج لبسها مخيه ها نتوما كيما كيجيو لي مونج دائما تيجيو 3 4 ومخدومه بالروج تيركوا المارون مخدومه حتى بالمارون كيما علاش قلت لكم نيود راه هي كاشيري ولكن مخدومه بالمارون شي حاجه اش نقول لكم الفري 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 وصافي هي كايجي مواري واه ماشي شبح حمق على ملي لبستي بالحوا غير كيجيو البنات غزالين وتوب كيما قلت لكم تبارك الله دقيقين عندك احساسكم ملي كتجي تلبسيها كتحسي بالثقوليه تبارك الله ديال الرشمه لان فريمون سلتا كيما قلت لكم راه حاطه حتى لتحت ما سمح لي ما يفاش مع الطالون هذا ما نتوما تلبسوا مع الطالون شري بيض تبارك الله الصيف جاي وبصحتكم هكا الكبيده ديالي غادي نكون سالينا حلقه اليوم شكرا لكم كاملين كنحماق عليكم كنتمنى لكم ان شاء الله دائما الصحه والسلامه ورزق يا ربي واللي بغات شي حاجه دائما تواصل معنا على الارقام اللي كاينه في اعلى الشاشه وكما قلت لكم راه كاينه ليكيداسيون ديالنا زوينه في كل شيء في التوب ديال هذا ديال فودا وباقي عندنا جلبات كذلك ديال المرمى المهم اللي عجبتها شي حاجه غير دير كابتور ديكرون وحاولوا انكم تواصلوا بسرعه لان بصراحه كما قلت لكم ما كاينينش بزاف ديال السلعه وكنكونوا سالينا حلقه اليوم دائما قبل الختام اللهم صل وسلم وبارك
على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش دائما ميم اندرو سيغ ماشين. كنحماق عليكم تبقاو على خير بسم الله عليكم. غادي نبداو شويه الطرقي ديالنا من مدينه الدار البيضاء الكبرى على شارع عبد المؤمن. دونك حنا البوتيك الجديد اللي صورنا فيه اليوم ولا اللي تحولت ليه هذه المره كاين في قيصريه الدرب غلف. هي هذه هي البنات كاينه حدا قيصريه الزموري. دونك الباب ديالها اولا المدخل ديالها كاين على شارع عبد المؤمن وهي كتواجد بقرب قيصريه اولا صيدليه عبد المؤمن راها ساده. المهم غتلقاو وحده هاد التسهيلات فكما كتشوفوا غنحاول نوريكم. هنا كيدوز الترامواي البنات هذه الهبطه ديال المدينه يعني اللي غادي للمدينه للميريزكو ايتو. الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ الجميع المسلمين. هنا المحطه ديال الترامواي هي محطه كليه الطب الاسنان اللي كتواجد هنا. يعني كتحطك الترام هنايا اللي طالع من محمد الخامس وكتقطع الشانطي باش كتدخل للقيصريه الدرب غلف او للقيصريه الزموري. مرحبا بكم. ف كما وريتكم غادي ندخلوا على بركه الله. مرحبا بكم مليون الف مرحبا. تشرفونا الحبوبات الغاليات. مرحبا بالجمالات. مرحبا بالجاليه المغربيه. وقبلوا علينا المحل. يلا بدينا. المهم بدينا بعض الاصلاحات وان شاء الله مازال الخير القدام. فهنا غدوروا على مول الشرابل سي ناصر اللي كنعطي تحيه كبيره. مول الشيله اللي حدايا الناس اللي كيخيطوا جلال حتى هما تحيه كبيره. القصريه تبارك الله كبيره ما شاء الله فيها كاع اللي غتبغي. وهذه هي البوتيك المتواضعه ديال جميله فين تحولنا. دونك عرفتي البنات بلا ما تضحكوا عليا يلا بنت لي دابا واحد واحد البوله طايحه سي با غراف. المهم قبلوا على كما كنقول لكم دائما بنت الشعب وغنبقى دائما بنت الشعب. فمرحبا بكم تشرفوني وشكرا لكاع البنات اللي زارونا نهار الاربعاء واللي حضروا الافتتاح ديال المحل. والله يحفظكم ليا والهلا يخطيكم عليا الكبيدات ديال جميله. الله ينعم عواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد وديما الجديد وديما تحطيم الاسعار وديما الاثمنه المناسبه. هذه المره من قيصريه الدرب غلف. هي ستاسيون طوطا اللي كنقول لكم دائما اللي كاينه في الشارع ديال اللي الكبير اللي كيدي السباط وبرشيد. هي هذه. حنا دابا جايين من القريعه مرجان ديال القريعه كازا. هذا هو الشارع الكبير كما قلنا. هنا ملي كتوصل ستاسيون كتخلي ستاسيون على يدكم اليمين وكدوروا مع هذا الرونبوا. الا مشيتوا نيشان برشيد بالنسبه للناس اللي جايين من لوطوروت شتي شي عادي قدام البلاصه. لوطوروت هذه هي الخرجه ديالها ملي كتجيو من كازا اللي بغى لوطوروت هي هذه اللي بغى الطريق العاديه حنا فيها دابا. دونك غادي نديروا السينيال باش ندوروا على يدنا اليسار. غنديروا دوره في الطرف هذا في الرونبوا وغادي ندوروا الجهه. هنا كاين واحد البانو مطار محمد الخامس اللي بغى البنات غيمشي نيشان. دونك غادي ندورو على الدروه المركز. شدي ليا هنا ها نتوما البنات ها هو البانو الصغير شفتوه. هنا عندكم الحق الاسبقيه ولكن المغاربه ماشي مايدين سير اخويا نورمال. ها هي الدروه المركز شفتوها البانو في الدروه المركز. غادي ندخلو مباشره وغادي نوصلو لبدر الخير. دونك هنا غتبقاو غاديين تو دغوا ما ديروا لا يمين لا شمال. غادي نوريكم لا باتيسري اللي كاينه هنا. كاين واحد لا فارماسي ها هو وغادي نوريكم كذلك حتى باتيسري بدر الخير. دونك غادي نسرع شويه ونعاود نرجع ليها شيماء. الله اكبر مخبزه وحلويات بدر الخير على اليسار. وهنايا هذا هو السناك ديال بدر الخير. دونك غتبقاو غادي نيشان. هنا كاين الاتاترانيا على اليسار ديالنا كذلك كاينه هاد القهوه. المهم غتبقاو غادي غير تدقوا متجر البركه على اليسار كاين الدروكليه الناس ديال الطلامات ايتو. تبارك الله الدروه راها ولات ما شاء الله كبيره وكثروا فيها المحلات تقريبا بحال شكل كازا. هذا هو الطريق كما قلت غتبقاو غاديين حتى تلقاو داك البانو اللي فيه 5000 درهم راه هويا المتر البانو ديال الاراضي. دونك غادي ندخل لكم هذا ونعاود نسرع ونرجع معكم. خليك اشي بنتي. هنا كنوصلوا لهذا البانو اللي قلت لكم. بون الا حيدوا البانو كاين هنايا واحد استيراد وتوزيع المواد الكهربائيه. هذا الدروكري خاص توسكي كهرباء ايتو. غادي ندورو على ما بقاش اصلا عندنا فين نمشيو نيشان. دونك تتوصلوا هنا كاينه ارض غادي ندورو على اليمين غندورو على اليمين ديالنا. غادي نبقاو غاديين. هنا كاين مكتب البيع ديال هاد لي زابارتمون ديال السكن الاقتصادي. دائما نشوفوا على اليمين. دونك اليمين كاين دروكري هنا سميتو عقاقير محمد امين. ها هو شي ميشن زويتيه عقاقير محمد امين. ها هو لا غيول دون فاس هي اون فاس معنا. دونك غنديروا السينيال على اليسار وغادي ندور باش نوريكم ان شاء الله بوتيك جميله اونلاين. ومرحبا بكم الكبيدات ديالي اللي بغات شي حاجه غنرسل ليها هذا الفيديو في الواتساب. دونك تواصلوا معنا نصيفط لكم فيديو بالصوت والصوره. هنا كاين مطلمط
على اليسار الكزام، وعلى اليمين كاين مول مسمن باش تجيو تاكلوا المسمن، مرحبا بكم. مول التليفونات ابخي كاينه انا اون فاس مع هاد السناك، دونك ها هي فوالا. او مرحبا بكم، ولكم ديال الجميله اونلاين.